عيش الصف خارج الصف. عزلمة مرحبا بكم متتابعي 97.2 FM موجات راديو سيس تونس في موعد جديد من خارج الصف اللي نأمنه لكم بالتعاون مع الجمعية التونسية المناهضة التعذيب. معكم جودة مقدم ميكرو أيمن في الإخراج. اليوم كما تعودتوا كل مرة تسمعوا معنا حكاية من ضحايا اللي تعرضوا للتعذيب من أعوان الأمن ولا أعوان سجون ولا غيرهم. اليوم مش نحكيه على حكاية بلال بلطي تاكسيستي تعرض في خدمته لاعتداء من عون سجون كان هذا في مارس 2016. مش نخليكم مع فاصل ونجعلكم. مرحبا بكم من جديد, رجعنا لكم في خارج الصف. رحب معايا بلال البلطي. مرحبا بلال, عايشكم بك أكثر. مش نجع بيك شوية الحكاية ربما أنت تحب تنساها وما نعرفش باش نجم تنساها ولا لا. صارت لك في مارس وتبدلنا الحكاية من أول مرة, من أول ما خرجت قصد ربي باش تخدم معنا بحكم انك تاكسيستي. والله صحيح هي حاجه ما تنساش, واحد يتضرب معناتها قدام الناس وقدام بوليسيه وخاصه من طرف عون من اعوان الدوله اللي يمثل الدوله ويمثل هيبه الدوله. اول حاجه هو كطلع معي انا ما نعرفوش اللي هو عون سجون. انا كان يطلع معي العباد ما نتعاملش معاه, هو امني او مواطن عادي نتعامل معهم الناس كلها كيف كيف, لكن هو بحكم ما عنده الباج في جيبه هو يستغل فيها الحاجة هذية في أي بلاسة سواء في تاكسي ولا في الشارع ولا مش عارف عليه. طلعوا معي هم زوزولات طلعوا معي من الكرم ماشيين في اتجاه اللاك آن. في الثنية جاه سيد تليفون عمل عركة تليفونه على روحه, بعد ما علق التليفون أرجع لي أنا بالكلام البذيء قال لي خويا ازرب شوية وزيد في السرعة في الدودان ماذا بيك اجري برشا وفهمني ومش معناتها مش عاجبته السياقه نتاعي. قلت له خويا راه احنا تاكسي دورنا باش نامنوا المواطن مش باش نجريو بيه ونفشخوا له معناتها الكهرباء ونفشخوا الصحه نتاعو. الكلام هذا ما عجبوش قال لي خويا راني مش بخلص. قلت له هكا ولا بالك شنتي لا لا يعني نعرف روحي كيما نقولوها بالتونسي حرشت معاها اللغه. لا لا والله لا والله لا نعرف روحي انا اش تكلمت معاها. قلت له خويا راه السرعه هذيك هي معناتها تحب تاخذ تاكسي اخرى من حقك, تحب تواصل معايا من حقك مش شنو نجبرك على هذا وعلى هذا. اما مش من حقه انه يطلب مني السرعه الزايده هذا مش من حقه. اللي هنا بدا يحكي معايا بالقوه قال لي مانيش باش نخلصك كانت هبطني لهنا راه ما نخلصكش. قلت اخويا علاه مش باش يخلصك يحكي هزيتو البلاصه مش بلاصتو مشيت بالك انت مشيت شويه احنا بطبيعتنا في الاتجاه لا هي السرعه هي سرعه معقوله هي بطبيعتها في فيراج الحكايه فما دودان اللي هنا بطبيعتي انا عندي دوريه امنيه في ثنيتي معناتها وين سفاره نتاع امريكا. يعني بقيتوا تتعاركوا وقت اللي قالك مانيش مخلصك ولا انت سكت على روحك وخليتك؟ لا سكت على روحي بما انه يحكي بالقوه انا سكت على روحي لا ما حكيتش معاه خليته يحكي على روحه كلام البذيء حاسيله شيء كبير. واللي معاه تكلم ولا لا اللي معاه ما حاولش يسكتوا يهديه؟ حاول شوي هكا حاول شوي. انا بطبيعتي عندي دوري امنيه جيتني واحنا تاكسيات ديما نتعاملوا معهم دوري امنيه جينا كليون عندنا معاه قلق ولا عندنا معاه مشكله بطبيعتنا نوقفوه قدام الدوري. وصلت قدام الدوري غاديكا قريت كهربتي على اليمين هبطت من الكهرباء حتى لتو ما تعرفش اللي هو لا لحد الان مازلت ما نعرفوش تعامل معاه كمدني انسان ثم اشكاليه ثم مشكله نستنجد ديما بعون الامن. وكان جيت في بالك اللي هو بوليس كنت تستنجد بعون الامن؟ لا نفس الحكايه لا نفس الحكايه بطبيعه اخي قانون احنا في بلاد قانون ماناش في ماناش في غابه اذا كان هو يستعمل في الحاجه هذه هذيك امور. بيه خليني أنا مش نطلب منك تسمحني شوية نعملو فاصل قصير بنغم باش ناس يفهموا بالكدا شنو نحبوا ونوصلوا لهم وشنو الحكاية متاع بلال بلطي اللي حاضر معنا اليوم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا مكملين كما قلت لكم حكاية بلال بلطي تاكسيستي اللي تعرض لاعتداء قال في خدمته حبسوه زوز مواطنين كما العادة طلعوا معاه وكانش حتى مشكل إلا أنه السيد اللي معاه استعمل صيفته بكونه عون سجون. هو يقول حتى للحظة هذه مازال ما يعرفش اللي هو عون سجون. بلال وقفنا وقت اللي وقفت انت وقفت تاكسي متاعك بحذا الدورية الأمنية به هنا وقفت كربتي على اليمين الدورية الأمنية هي في الفوال من غادي العكس اللي هز لك دو وانا في اتجاه لك اي وقفت كربتي على اليمين هبطت السيد من الكهرباء انا بطبيعتي وقفتها باش نعيط لعوان الأمن واضح هبطته من الكهرباء وباقي نفس الحكاية ويسب ويعيط والله مني مخلصك حاسيلو عاتي ما عنده عيط أنا لعون أم عملته إشارة بيدي على أساس بشي يجيني معاد. في الأثناء ذي هو جبد دستوش متاعه وراني الباج قال لي ما تعرفنيش أنا شكون
انا راني نخدم في الامن حطته شوف يجيب وركح فيا بالضرب من غير حتى شيء ومن غير حتى مقدمات هو احترم زملائه اللي من غير محترم حتى الزملاء نتاع من غير حتى مقدمات ضربني قدام الناس الكل فما ناس تتفرج غادي اي بتبيع هبطت الناس كلها كراها والدنيا مش كل حتى حد يدخل لا ما نجبر هي الأكثر بالصدفة جاءوا نساء بالصدفة في اللحظة هذيك جاءوا أكثريتهم نساء فالهنا هذي قاعد يضرب فيا تصور أنت حتى معناتها الشخص اللي معاه هو اللي يحز معناتها حتى الشخص اللي معاه ولا هو اللي يحز من قوة الضرب اللي تصور اللي دخل تحت الكهرباء نتخبى وصلت تحت الكهرباء تحت الكهرباء اي معناتها تدخل في راسي تحت الكهرباء يظهر لي هو بدايل هو ما شاء الله هو ما شاء الله عليه هو ما شاء الله عليه معناتها في الجسم البنية معناتها الجسمية بتاعه ما شاء الله شنو واضحوا للعباد بليل راهو حجمه صغير على الاخر هذاك على نجم يتخبى تحت الكهرباء انا ضعيف برشا فهمني المهم حاولت نتخبى اكثر ما يمكن خاصه الوجه معناتها ما تعرف انسان ديما الوجه هو اكثر حاجه يحاول يحميها معناتها واضح وخاصه احنا ما تعرف احنا التاكسي ديما تصير لنا هاللقطات هذيا من ما تعرف من اي مواطنين يعني مش كانوا بوليسيه كان تصير لنا تصير لنا اللقطات هذيا احنا تصير لنا ديما الطرايف احنا من الناس وغطيت وجهي انا ضرب هو كما حب ضرب 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 لولا عوان الامن اللي خلطوا يجرى ومعناتها وفكوه وبعدوه عليه وباقي يتحزز معناتها باللي معناتها بعدوه وباقي يتحزز عليه يعني عوان الامن غادي كلف الدوريه استعملوا مهمتهم وخدموا كما كما يلزم يخدموا معناتها ما حبوش يعملوه هو كزميل ويعملوك كنت ك خدمه تام الصحه خدمه تام الصحه وقت اللي انا قمت من معناتها معناتها من تحت الكهرباء قلت لهم راهو هذا امني هم خاطر ما في بالهمش هم كانوا من غادي قلت لهم راهو امني خدموا خدمتهم كانه مواطن عادي خدموا خدمتهم كانوا خاطر شافوه هو يعتدي عليه شافوه وهما معناتها ما عجبتهمش اللقطه ما عجبتهمش امني تو خاصه قبل العمليه نتاع العنف انا ديجا عيطت لهم انا عيطت لهم المفروض هو يصبر ما عندك مشكله معايا عندك اذا كان ثم مشكله او عندك حكايه ما تنساش اصبر شويه عوال الامن عاملوه كيوه الناس معناتها طلعوا في وسط السياره هو الشخص علاش سالتك السؤال هذايا باش نبين انه معناتها راهو فما اعوان امن بهيل لا واغلبيتهم الصحة. وفما اعوان العدد نتاعهم قليل لا. هما اللي يشوهوا في صوره العوان لا نشكرهم خدموا خدمتهم في اللحظه هذيك خدموا خدمتهم بالرغم اللي عرفوا اللي هو معناتها امني او يخدم في السجون ما نعرفش انا البادج من حتى التركيز ما ركزش معاها باسكو هي تتبع السجون تتبع الشرطه تتبع مش عارف حرس ما نعرفش المهم هو راني البادج نتاع داخليه او نوعا ما يشبه له عاملوه كي والناس طلعوا في السياره هو الشخص اللي معاه قالوا لي نطلبوا لك الاسعاف قلت لهم بالطبيعه تطلبوا لي اسعاف ضرر كبير هو صار لك خاطر انا في الوقت ما عادش نجم معناتها قمت شويه خاطر انا مازلت سخون وبعديك كي بردت الضربه ما عادش نجم خاصه في ظهري خاطر الضربة القوية جت في الظهر خاطر ولا يعافس خاطر ما بقاش كيفاش يضربني ولا يضرب معناتها كيما يقولوا بالمشط بكل شيء يضرب كيما يحب معناتها بكري في الكواليس قلت لي ظهر لي متعود السيد على الضرب هو ممكن حاطينه في قسم خاص بالعنف خاطر قلت لك حتى البنية الجسمية بتاعه ما شاء الله أنا ما نجم نمد حتى يدي أنا ديجا معاه هو ما شاء الله عليه تحسه لا حتى من طريقة التصرف بتاعه تحسه أنه عنيف هو بطبيعته تحسه عنيف من لغته من تصرفاته من جبدانه للباج متاعه المفروض ما تجبدوش انت الباج انت الباج كعون من عوان الدولة تجبد وقت اللازم تجبد وقت اللازم وقت اللازم باش تتدخل وقت اللي الناس تتبراكة في المتروات ما نيش رافي الناس تجبد في الباج ويتدخل هاني انا نخدم في الدولة وقت الناس تترق في الاسواق ما نيش رافي الناس تجبد في الباج هاني نخدم في الدولة زي معناتها نجبدوه في غير المكان نتاعو يجبدوه في بلاستو يجبدوه في بلاستو في المكان واضح. اللي يستحق باش يجبد فيه واضح بلال نسمحك فاصل قصير مع نغم وباش نرجعوا لكم باش نواصلوا الحكايه وين وصلت بالضبط نكملين معاك بلال قلت انه اعوان الامن تعاملوا مع سيد هذايا اللي اعتدى عليك واللي هو عون سجون كما قلت انت بالطريقه اللي لازم قانونيا اللي لازم يتعاملوا بها الامنيين ويعطيهم الصحه من المنبر هذايا احنا اللي يعمل به نقولوا عليه واللي يعمل خايب زاده كيف باش الناس اللي خارجين على الصف نجبدوهم ونحاولوا انه نرجعوهم بشوية للصف الناس هذه اللي تستعمل في البوفوار في غير مكان وهذه الناس لازمها تقف واللي يخدم يعطي الصحة ويرحم والديه بالضبط شو اللي صار من بعد خلونا نطلبوك الاسعاف قلت لهم بالطبيعة تطلبوا لي الاسعاف تحب تسامحوا
احترم انا ما سامحش هذا حقي انسان معناتها هنتني قدام الناس ضربني اعتدى عليا وانا نخدم معناتها انسان قوم براي مهنه اجتماعيه تاكسي ما يشرو مهنه عندها المشكل في المقابله نتاعها احنا معناتها يتسمى موظف في الدوله انا نخدم على روحي انا انسان نخدم روحي ودوري هو نمشي نشيع عن الانسان ونوصله للمكان اللي يحب عليه في ظروف امنه انت تحترمه هو يحترمك نحترمه هو يحترمني وكاو ما بيناتنا حتى شيء معناتها جات السياره نتاع الامن مشينا معاهم للمركز نتاع الشرطه نتاع البحيره واحد تعلق مشينا غديك قمنا بالاجراءات عملنا المحضر نتاعنا هنا في المحضر السيد معناتها باقي حب يعمل المراوغه نتاعو وحب يستعمل شويه خطط تكتيكيه معناتها بحكم انا معناتها انا مانيش مسانس لان نمشي المراكز ولا نعمل مشاكل انا ما عنديش الحكايه هذه دي اول مره نمشي عنده اخوه السيد اللي معنا طلع اخوه في بليش بيل انا اخوه عنده كعبوره لا لا اخوه مواطن عادي طلعت له كعبوره في راسه كعبوره تطلع على انسان بطبيعتها كيف في الجبهه نتاعه وطلعت له كعبوره مش عارف عليه قال لي السيد اللي انا اعتديت عليه بالكش انت ضربته بليل ما ضربتوش انا اش قلت لك يعني قلت لك السيد اللي معك بليك حكيت لك نشكر فيه ودخل وحكي معاه من الاول وقت اللي هو يحكي معناتها ويحكي بالالفاظ اللي مش هي يحكي يقول له لا ويزي ونقص ويعيب ويريث فيه وقلت لك في حاله العنف ماهوش قاعد يضرب وقاعد يحز وقاعد نحكي على نيتي وماشي في الثنيه اللي معناتها ستريك تمريق اه؟ لكن في المركز ولت الكعبوره هذيك ولا حبوا يستغلوها ضدي وليت انا اعتديت عليه به هو كركب معاك عنده الكعبورة هذيك سامحني والله مركز معه بحكم طالع عمل تالي هو فهمت خاطر هو ما طالع عمل ولا نجم هو زاد أخذ ضربة باش يظهر يعني ما ركزتش معه ما ركزتش معه الحق ما ركزتش معه وهي الظاهرة اللي حاجك القديمة كعبورة تتع نسام مش عارف بحكم ستريس بحكم مش عارف ما نعرفش فهمني المهم ما يجي ضربة خاطر الضربة بتاع العنف تظهر تظهر الضربة كتبدأ جديدة تظهر حمراء مازلت تظهر حمراء وتزرق وتظهر ما ظاهرة حاجة اللي هي موجودة من قبل اللي هنا حب تتبدل الحكاية ولا حبوا يردوها لي تبدل عنف ما عادش السيد يضرب فيا ولا ثم تبدل عنف وليت أنا هو ضربني وأنا ضربت أخوه قلت له شوف خويا راك أنت ضربتني قدام أعوان أمن وفي رومبوان ومستنجد به وراني انا طايح اللوت ونعيت ونبكي من الضرب نتاعك اوكي لان انت حبيت تبدل الاتجاه نتاع المحضر قلت تحب تبدل تبدل تحب تقول ضربته اوكي احكي اللي تحب فما قانون وفما ربي بتبيع هنا عون الامن في الـ في الـ في المركز اسالني قال لي شبيه كي انت طايحك واحد شبيه ما عندكش الواحد قلت اخويا راه وقت اللي قوموني واحد راه جاي ينفض لي في الدبش نتاعي انا ما نعرفش اللقطه وهو طلع ذكي هو السيد اللي اعتدى عليه السيد هذايا معناتها هبط هما هبطوه لحظات ما مسا قال لهم خليني نهبط من الكهرباء فهمني وقت اللي طلعوه في فوق السياره نتاع الامن في الرومبوان هبط قال لهم بالله خلينا نحكي مع لحظه جاي يطلب منك في السماح وقتها جاي يطلب مني في السماح لكن بطريقه فيها خباثه كيفاه ينفض لي في الدبش نتاعي فهمني باش نتاعي خاطر كله بالتراب واحد لا ينفض لي في التراس وانا فقت بها اللقطه في باليش انا على نيتي فهمني هو طلع ذكي ينفض في التراس في المحضر في وسط المركز البحاث يسال فيه قال لي ما عندكش حتى تراس بتاع تراب يقول له السيده قدم البوليسيه ينفض لي في الدبش نتاعي وانا نقول له بعدني راه ما تمسنيش وهو كبش ومات فهمني يحب ينفض ومش يحب هو ديجا نفض لي دبش بدا فهمني طلع معناتها يفهم في الحاجات ويفهم في التراس ويحب يبعد كل شيء لكن يظهر لي فما التراس ما ينجمش نحيها وهي الضربه اللي في ظهرك الضربه اللي في ظهرك بتبيع مشيت عملت تصويره في بعد المحضر وفي غاديك كيفاش قيدوه المحضر لا غاديك اي قيدوه على اساس تبدل عنف اش قلت له انا قدام البحاث قلت شوف خويا انا راه امور الصحيه راه تهمني قبل انا باش نمشي نعمل تصاوري ونشوف اموري ونشوف امور بدني خاطر نخدم صحتي مانيش نخدم براسي انا المهنه كلها مرتبطه بالبدن اذا الانسان اذا كان تعب يمشي يخدم قلت شوف خويا مادام انت لهنا وليت خدم في مخك وهو قدام البحاث اي وليت خدم في مخك وليت انا ضربت خوك وانا خوك مش بتوش جمره فرمح كنت نجم نحط خوك معه كنت نجم نحط زوز اخوه يضربوا في تاكسي نجم اي لكن انا حكيت الحقيقه وديجا قدام اعوان امن الحكايه هنا انت دخلته في المعمعة وليت انا ضربته انا مش باش نسامحك وباش نتبعك علاش لانك لهنا استعملت البوفوار نتاعك غاديكا وزدت استعملته لهنا
نعملوا فاصل قصير مستمعينا مع نغم هذايا وباش نرجعوا لكم باش نكملوا حكايه بلال وين وصلت بالضبط، خاصه بعد ما تحول من انسان تم الاعتداء عليه القضيه نتاعو تحولت لتبعد العنف. بلال شنو اللي صار بعد ما مشيت معناتها للسبيطار باش تشوف شنو الضرر اللي صار لك؟ والله مشيت عملت تصاور عطاوني دواء، عطاوني تصويره، عطاوني راحه ب 10 ايام. ما حدوا لكش نسبه معناتها الضرر هذاك قد ايه ولا؟ والله ما حدوا ليش بالضبط، انا قلت لها طبيبه معناتها خاطر ممكن تعرف هي حكايه الظهر معناتها مساله مش بسيطه. اكيد قلت لها راهو يا مدام ولا يا مدموزيل، فغادي كطبيبه في السبيطار قلت لها راهو وقت اللي معناتها يضرب فيا ومعناتها وطالع كي فوقي، قلت لها راهو نسمع في الترشيقه في ظهري، راهو نسمع في ضربه راهي مش سهله العمليه. بيه كي عملت التصوير قلت لي حاسب التصوير لا باس، لك قلت لها راني نمشي في حاله معناتها تصور انا اخواتي زوز معايا وماشي عباره واحده هزيني هزين. عطاوني راحه ب 10 ايام، ارتحت على روحي 10 ايام بدون خدمه، معناتها انسان تصور احنا نخدموا ماك تعرف خدمنا كلينا ما خدمناش ما كليناش، معناتها خدمتنا اجور كان درت تسترزق وتصور نهارك ما درتش هكا قعدت في الدار ما عندك شيء. واضح السيد لهنا هو ما يموش في الحاجات هذية، هو بطبيعة ما يموش، هو موظف عمومي كل شيء دي ما يمشي خالص، لكن احنا ما يهموش هو في صحتنا، ما يهموش في الناس اللي تعبة في كياس. وباقي قلت لك اكثر حاجة انا اللي غاضتني حاجتين، جبدان ولا الباج اللي يستعمل فيه في العنف، واثنين في المركز وقت اللي يحب يحاول الاتجاه متاع المحضر من انا معتدي عليا باش نقول انا اعتديت. بطبيعة اكثر حاجة تأثر هو لو كان تعامل وحكيه كمواطن، تعامل كمواطن اجراءات عادي كمواطن وخلى كل شيء يمشي بطبيعته يمكن احسن، اما انت تستعمل لهنا في الاساليب نتاعك في وسط مركز وتعمل في تدخلاتك والو عسلامه وفهمتي، حتى في المركز عمل برشا تليفونات واني في المركز في اللاك واني في درشنية واني في درشنية، فهمني؟ قلت وانا راه عندي ربي راه اعمل ايش بتعمل دور قول راني ضربتكم نرمى. المره الاولى وقت اللي هبطت من فضلك في دبشك طلب منك السماح من بعد اي طلب السماح رجع شو يطلب السماح قدام بوليسيه لا يطلب السماح ديما وحد قدام بوليسيه لا باش ما وانتي قلت شي راني مسامح ولا حاجه ولا مشيت في اتجاه الصلح بيناتكم ونسيت الضرر اللي صار لك؟ لا لا قلت له لا قلت وش حاجه صارت قدام الناس فهمني خطوري حاجة أنا ذي ثم كرامة فما نخدم على روحي ثم رد اعتبار شنية تمشي إنسان تضرب وتفشخ وما تقوله سامحني، وخاصة أنت شكون اللي تعلم ضبط النفس؟ أنا ما تدربتش عليه رو ضبط النفس، أنت رك متدرب عليه رم عوان الدولة هم المتدربين على ضبط النفس، هو في تدريب والديواني ولا الجيش ولا الشرطة والكذا هم المتدرب عليه حتى ولو أنا نفرض وأنا عملت حكاية مفروض العكس أنت تعملي بالقانون مش أنا نعاملك بالقانون. شو اللي صار من بعد بلال؟ كلموك شي وين وصلت القضية انت وياه ولا منهارتها ما صارتش حتى ما القضية لها مشيت رجعت مرة أخرى للمركز. ما تعاقبتش انت على خاطرك ولا دفعت حتى خدي على خاطرك تبدلت العنف مع السيد حتى وانه لو خذيناها انه هي الحكاية حكاية تبادل العنف المفروض تبادل العنف المفروض رانا في المركز اذا كان رانا في الحبس اذا كان هي تبادل العنف هي وين نحن؟ اثنين كيفاش تبادل العنف وانا قدام عوان امن؟ خطاوة يا أخي عوان الأمن شنية يا أخي أنا بش نكذبهم اللي هما بش يكذبوا راني استنجدت بيكم يا عوان أمن طلبتهم شي بش يجوا معاك وإلا سألوهم شي جماعة قلت لهم هنا ثم إشكالية صارت هنا ثم إشكالية الإشكالية أنو الدورية الأمنية ما حبوش يحطوها في الشهادة حبوا يخرجوها حبوا يخرجوها جملة من الموضوع واضح حبوا يخرجوها جملة من الموضوع معناتها يحبوا الحكاية كأنها صارت في الطريق ما هيش قدام أعوان أمن لا رأي الحكاية صارت قدام دورية أمنية وراهم بوليسية هم اللي حزونا راهو هو اللي فكوه مني وتقول لولا البوليسية ويرحم والديها أي هو اللي فكوه مني بالطبيعة بعده لولا البوليسية معناتها رأي قلت لك يمكن رأي تصير لي ضرر كبير حسب قلت لك البنية الجسمية متاعه به اللي هنا فما شهود ثم المرأة اللي وقفت ثم واحدة من النساء اللي وقفوا غاديك قلت لها مدام اشهد معايا قلت لها راهو عون في الأمن راهو ينجموا يدوروا لي المحضر من اتجاه إلى اتجاه خاتي نقفوا معاك أوكي خاتي نقفوا معاك واني موجود وهم يعرفوني البوليسية في الرامبوان غادي خاتي هم يعرفوني مشيت رجعت سألتهم البوليسية قلت لهم راوك المراه هذيك اللي قاتي نشهد معاها قلت لهم معناتها حاولتي تاخذ تليفونها انت صح انا في اللحظه هذيك انا ما معناتها وحدي فهمتها ما نسيت معناتها اللقطات ساعات واحد تفوت وما كنت مهميشها وزيد واحد قلت نبكي انا اللحظات هذيك كلها وانا راني في حاله معناتها
المرأة هذيك معناتها قبلتها، لوجت عليها غاديك فلاك قبلتها، قلت لها مدام تشهد معايا، قلت نقف معاك وفما حتى مشكل سيد ضربه قدام الناس فهمني وانا نقف معاك. خذيت نموراها، خذيت كل شيء. ومن بعديك كيف كيف المرأة هي بيدها حولوا لها الاتجاه متاعها، معناتها في الشهادة، لا مش في الشهادة، حبوا يقولوا لها ما تمشيش تشهد. حتى المرأة وقت اللي عرفوني مشيت نسأل عليها تعرضت للتهديد ربما حسب رأيك، هي بيدها معناتها بعد جبدت روحها وبعدت من الحكاية. وبعد بنهارين من الحكاية طلبني هو السيد، منين عرف نمرويا الله أعلم، منين عرف نمرويا الله أعلم. يعني كتبت أعطيت نميرو متاعك أنت في المحضر، لكن أنا أعطيت المحضر ما أعطيتش لي هو، واضح. والمحضر كل واحد واحد وراه، المحضر أنا في بيت وحدي يستجوبوني من بعد يعيطوا لي هو مني خذي نمرويا. حتى انا اسمه التورا نعرفه، قلت له معطيني اسمه ما عطونيش وهو خذا نمرويا من جديد. معناتها تحب تقول اللي هو قاعد يستعمل في سيفته، كيفاش ياخذ نمرويا وكيفاش يسمحوا كيفاش هما يعطيون الرقم نتاعي؟ مفروض ما تعطيوش الرقم. اي كي كلمك شنو قالك لهنا؟ كيف كيف يحب يطلب السماح وما صار شيء. قلت له خويا صحتي وكرامتي وهذا مقبل كل شيء، باش المره الجايه تعرف البوفوار نتاعك وين تستعملوا في مكان والمناسب. خليكم مع تاتي راسك تاتي، انت في وطن ديمقراطي. وباش نرجع لكم باش نختموا مع بلال الحكايه نتاعو. لما تكون شغال بزمه خايف على مصلحه الامه، شغلك يطلع من غير لازمه علشان ما بيعلاش غير واطي. تاتي راسك تاتي تاتي، انت في وطن ديمقراطي. ولما شقك يصبح مش ليك فقرك سد السك عليك، تتلفت تلقى حواليك اما حرامي او متعاطي. تاطي راسك تاطي تاطي، انت في وطن ديمقراطي. ولما الجهل يبقى امامك او فوقك ماسكين في زمامك ويسوقك على الهلك امامك، تشرب من السم السقراطي. تاطي راسك تاطي تاطي، انت في وطن ديمقراطي. ولما الكلمة تكون بدينك، لما تخبي في قلبك دينك، لما الذل اشوفه في عينك هتأحبطك على احباطي. تاطي راسك تاطي تاطي، انت في وطن ديمقراطي. ولما حميها يكون حراميها وبلاد ورا ظهره رميها، طالع نازل واكل فيها مسنود بالبدلة الصباطي. تاطي راسك انت في وطن ديمقراطي. علشان ما بيعلاش غير واطي. تاطي راسك تاطي تاطي، انت في وطن ديمقراطي. ولما شقك يصبح مش ليك فقرك سد السك عليك، تتلفت تلقى حواليك اما حرام او متعاطي. تاطي راسك تاطي تاطي، انت في وطن ديمقراطي. ولما الجهل يبقى امامك او فوقك ماسكين في زمامك ويسوقك على الهلك امامك، اشرب من السم السقراطي. تاطي راسك تاطي تاطي، انت في وطن ديمقراطي. ولما الكلمة تكون بدينك، لما تخبي في قلبك دينك، لما الذل اشوفه في عينك هتأحبطك على احباطي. تاطي راسك تاطي تاطي، انت في وطن ديمقراطي. ولما حميها يكون حراميها وبلاد ورا ظهره رميها، طالع نازل واكل فيها مسنود بالبدلة الصباطي. تاطي راسك تاطي تاطي، انت في وطن ديمقراطي. تاطي راسك تاطي تاطي، انت في وطن ديمقراطي. تاطي راسك تاطي تاطي، انت في
وطن ديمقراطي تعطي راسك تعطي انت في وطن ديمقراطي الغنية هذه ترجعنا الخارج الصف ولحكاية بلال بلطي بعد ما كلمك السيد يطلب منك في السماح قلت ما نعرفش منين جاب رقم تليفوني وانت حتى التوى معناتها وكأنك مقدم قضية ضد شخص مجهول اي التوى لما قلت لك معناتها تصور ما نعرفش اسمه ما نعرفش اسمه وهو يعرف اسمي خذانه مرويا من ينكر أو يعرف حتى الدار وين بالضبط حاولت تسامح يقول المسامح كريم إيه صحيح المسامح كريم لكن ثم قانون هذا يقبل كل شيء القانون يأخذ مجراه ثم يجي السماح واضح شنو اللي صار من بعد بلال بعديك مشيت للشارع ببنات غاديك باش نسأل على المنظمة التونسية منظمة التعذيب مشيت للدار المحامي غاديك سألت شوية معناتها وين بالضبط هي نعطوني عليها قالوا راهي في لفايات مشيت معناتها غاديك عطيت كل شيء عطيتهم شهادة تبية اسمي لقبي كل شيء حاصل عطيتهم الأوراق الكل قالوا لي توا إن شاء الله معناتها كيعيطوا لك القضية ممكن تكفلوا لك بالمحامي فهمني ماك تعرف أنا تاكسية معناتها حتى أمور مادية ما نجمش معناتها نصرف محامي وحكاية فهمني هكا وصلت غاديك الحكاية والتويكة ما زال ما فهم حتى شيء من وقت هالتو واضح يعني له ما ندولك في المركز ولا ندوليش مش عارف شنية حاولش انت تمشي تسأل تشوف وين وصلت الحكاية سألت مرة سألت مرة كاو سألت مرة خلو يتونا طلبك خلو يتونا طلبوك كاو التو من وقت هالتويكة واضح بلال صارت لك شي في خدمتك بحكم انك تاكسيستي حكاية من نوع هذية وإلا أول مرة تصير لك والله تصير تصير هي نادرا هي نادرا يقول لك الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه كيما احنا أكيد. في التاكسي كيما في غير التاكسي معناتها احنا كيما احنا الزملاء التاكسيات ينجموا يعملوا بيدهم حكايات للكليونات كيما العكس الكليونات ينجموا يعملون معناتها ساعات قلت الباج يتجبد في غير وقته معناتها تصير ساعات واحد يجبد الباج معناتها مش عارف ماشي باش يشري شراب يجبد الباج نتاعو يقول لك ما تخافش راني بوليس ما تخافش راني معاك معناتها يا ودي هديك يا ودي راه ممنوع راه ممنوع يقول لك انا بوليس مش مشكل كل حاجه في بلاصتها راه فما قانون ثم مره واحده امتنع كيف امتنع قلت له لا يا خويا ما نهزكش قال لي لا يا خويا تزني بس هي يا ودي ما نهزكش وامني هو امني اي فهمني هبط قدام المركز وقتها باش اقتنع باش هبط خاف فهمني معناتها تصير حكيت كيما نكيت ما حاولش يستعمل معاك العنف كيما استعملوا لا خاف لا خاف خاطر هبطت قدام المركز ممكن معناتها يقول لك لا ما نعملش مشكل واضح يعني انت في الحكايه الثانيه اللي صارت لك في بالك مش تصير نفس الحكايه وفما احترام للقانون لكن لهنا فما تجاوز للقانون انا التوري مصدوم من الحكايه راه انا مصدوم من الحكايه علاش لانه انسان وقف قدام دوري امنيه ويتضرب هذه كارثه عندي كارثه هذه هي المصيبه هي قلت لك لو كانت عامل كمواطن ممكن تتعدى ممكن تتعدى ممكن اما هي نفس الحكايه يعني بالنسبه لي في مخي هي نفس الحكايه لكن الكارثه الاكثر قلت كيفاش يجبد الباج نتاعه ويزيد يعتدي عليه قدام بوليسي ما لكن هبطوا في حومه هذا شي عمل لي كان هبطوا في بلاصه مش عارف انا في الخليل المخلي ولا شي عمل لي معناتها يهزني للجبانه طول باش تسامح بلال ولا باش تبقى تطلب في حقك لا حقي خاطر اللقطة اللي صارت لي قدام الناس أنا ما ننساهاش أنا اللقطة اللي صارت لي قدام الناس وقت اللي أنا ممدود في الأرض وخبي في راسي تحت الكرهبة أنا مش ننساها هذيك مش سهلة مش مجرد سامحني راه مانيش مرته في الدار ما جبلاش خبزة ولا مش عارف مقرونة مش نسامح هذه راهي حاجة كبيرة ثاني يعتدي على عبد ويهنتلو مش بالسهل باش تنساني سامح واضح يعطيك صحة بلال شكرا ليك عايش. إن شاء الله تخو حقك والقانون يخو مجراه كما قلت أنت من بكري شكرا ليك على حضورك اليوم بحضنا عايشك يعطيك صحة مستمعينا هكا نكون وصلنا الختام خارج الصف لليوم نخليكم تبعوا برامجنا مازالت متواصلة على موجة راديو 6 تونس في الأمان خارج الصف